أهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من محافظة الأسكندرية، ونحن الآن في منطقة الفلكي شرق اسكندرية التابع لحي المنتزه، أمام عقار جديد يمثل كارثة تهدد سكان العقار المجاور والشارع بأكمله. العقار كما نتابع مع حضراتكم مال بشدة كبيرة جدا، وبدأ يلامس العقار المجاور له من أعلى. يعني الفرق هنا ده كان المفروض يبقى الفرق الطبيعي من تحت زي ما احنا متابعين مع حضراتكم، ولكن الميل أدى إلى أن العقار بدأ يلامس العقار المجاور ليه، ويعني ما بقاش في فرق بينهم خالص. يعني كارثة جديدة تكاد تضاهي كارثة عقار الأزاريطة المائل اللي مال على العقار الأمامي له، وعقار الأنفوشي اللي يعني كان سبب كارثة الأسبوع الماضي. احنا معانا دلوقتي سكان العقار المجاور المتضرر، حضرتك عرفنا بنفسك. معك حضرتك ياسر خميس احمد، من سكان برج الزهراء الملاصق للعقار المائل. احكي لنا يعني المشكله بدات ازاي وانت عملت المشكله دي حضرتك؟ من اول ما العماره دي اتبنت، يعني من اول ما العماره المائله دي اتبنت حضرتك سنه 2007. سنة 2007 العمارة دي حضرتك اتبنت، والبرج عندنا حضرتك اتبنى سنة 2010. تمام، يعني دي كده 2007. 2007 وحضرتك العقار ده اللي هو العقار اللي حضرتك ساكن فيه ده 2010. تمام. لما بدأ العقار بتاعنا يطلع 2010، طبعا الميل كان شديد جدا، اضطر صاحب العقار المايل في 2010 ان هو يهد دورين من العقار علشان يوقف الميل بتاعه. يعني هو كده تم هدم دورين فوق منه. فوق منه في 2010. في 2010 تم هدم دورين لإيقاف الميل، ولكن استمر العقار في الميل. يعني بعد هد الدورين برضه العقار فضل في الميل، وعلشان كده اضطروا في 2011 ان يهدوا كمان دورين منه. يعني كده اجمالي اللي اتهد 2010 دورين و2011 دورين، اربع ادوار حضرتك اتزالوا من العقار علشان العقار يقف. وطبعا بالفعل لما كان في مساحه كبيره، ولكن كل يوم او كل سنه الميل فضل يزيد لحد ما حضرتك شفتي الوضع اللي وصل ليه دلوقتي. الميل قد ايه تقريبا كده حضرتك؟ هو المساحه من تحت متر و30 سم، دي المسافه اللي هي مفروضه تبقى